هزيمة أخرى للزمالك، هذه المرة من النادي المصري البورسعيدي بقيادة كابتن حسام حسن، حيث هزم الزمالك اليوم 1-0 بهدف رائع من إسلام عيسى في الشوط الثاني. وكانت مباراة في مجملها هي ضعيفة المستوى، نتمنى التحسن السريع لفريق الزمالك لأنه في انهيار تام، علما بأن كابتن حسام حسن كان يلقي التدريب من المدرجات لإيقافه 4 مباريات كما نعلم من آخر مباراة له في الدوري بسبب الحركة اللا أخلاقية. شكرا.